إذا مرة سحب الفار مرة راه نمشي نكريسي ولا نمشي نشفر كاع انا ايوا هما في الدارات وحنا في الدارات ما فهمناش كان احنا بغينا حل تيقول ملي كيحبسوا هذا الطريق تيقول لك حنا حابسين الباب ديال الروزا ملي كنمشيو نطلعوا الباب باش ندخلوا حنا للشركه ديالنا اللي هي بالماغرو تيقول لك هذيك راها محسوبه على الشركه ديالنا احنا ما عرفناش مع من دابا نخدموا احنا حتى حنا في الضرر حتى احنا يا غادي يولي المسار ديالنا والمال ديالنا بحالنا بحال صابرين هذا الشيء ما بغى كاع يتسالى اعوام كل عام حنايا هكا تيلقانا هكا في الصيف وفي البرد ديما هكا ما عرفناش علاش كيحبسونا الا عندهم شي مشكل مع داك المشترك ديالهم يمشيو عنده حنا ما عندنا حتى شي مشكل يجيو يفكوا معاهم الحل ويخليونا حنا عليهم بافتقار نخدموا حنا ما عندنا حتى شي مشكل مع الشركه ديالنا حنا بغينا نخدموا خصنا يخليونا نخدموا هذا هو اللي كنطالبوا به مره تيقول لك هذو اللي مونسيال مره هذو يعني كل سيمين كتجي واحد الكيب اخرى يعني ماشي غير الناس بالضبط ديال روزا كاع الناس اللي تابعين لهذا السيد هذا الباترون هذا اللي درهم كل شيء مره كيحبسونا صحاب ستاسيون مره صحاب المكازا مره صحاب الفارم مره يعني بغينا شي حل مشينا للسلطات وقفنا قال لك اودي الحل الوحيد هو الباترون ديالكم انه يدخل اما حنا ما عندنا حتى شي حاجه ويعني الشركه ديالنا خاصه الشركه ديالنا اصلا كي قال السي عبد الله قبيله قال بلي لي ستاتيو ديال لي دو سوسيتي كل وحده بوحدها ما عندهم حتى شي علاقه بعضياتهم يعني ضروري شي حل اللي هو يكون وجيه اننا ندخلوا للشركه ديالنا ما عندنا حتى شي علاقه بهم لدرجه انهم هما كيبغيو ان يكون دوك الخلافات ما بين البيرسونيل ديال روزا فلور وديال بالماغرو حنا ما بغيناش هذا الشيء حنا بغينا الطريقه سلميه اننا ندخلوا للشركه ديالنا ما بغينا حتى شي حاجه اخرى مزال شرا ضرينا بزاف انا راه كنخلص الكراه وما خلصونيش هاد الناس راه كنخلص الكراه ومول الحانوت تيسالني وشحال راه لا اله الا الله محمد رسول الله وشوفوا لنا شي حل ولا صاي راه نمشي نكريسي ولا نمشي نشفر كاع انا ايوا بزاف هاد الشيء اخو وحنا ربيع وحنا محبوسين والله ما عرفت شحال كل ديما 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 راه بزاف هادشي لا اله الا الله محمد رسول الله اخو الا انه يدخل لخدمته باش يخدم ماشي باش يبقى مشمش متعرضين للشمس متعرضين الانسان كيجي مع الصباح ما كيلقى فين يفطر هنا ما كيلقى حتى شي حاجه لا اله الا الله حنا متضررين بزاف هذا المشكل اللي وقع علينا دابا 5 ايام تقريبا في الشركه ديال بالماغرو هاد الناس حابسين لينا الطريق والشركة كتكبد يوما عن يوم خسائر كثيرة المشكل عندنا الطريق محبوسة الطريق الرئيسية المشكل الطريق الرئيسية في غياب تام التدخل والشركة يوميا كيف ما قلت كتكبد خسائر كبيرة عندنا ان ترونسفير ديالو سافوار فير من عند ديزيترونجي للمغرب وهكا باش كنكافئوهم كنقطعوا عليهم الطريق وكنخسروا الاستثمار ديالهم الاستثمار كيقدر بملايير ديال الدراهم والخسائر دابا غاديه نهار على نهار درنا اون بروميير ايفالياسيون ديال الخسائر ديال شركه بالماغرو درنا هذيك عندنا تصاور عندنا ان رابور موثق مقاد فيه على الاقل اون بروميير ايفالياسيون ديال 5 مليون ديال الدرهم هذا كنا درناه في الشهر اللي فات دابا عاوتاني خصنا عاوتاني نرجعوا لقيت اللي دخلنا عاد نقدروا نديروا اون دوزيام ايفالياسيون باش نشوفوا شحال الخساره ديالنا فين وصلت اللهم ان هذا منكر وهاد الناس خدام فيها 140 خدام الا بقاو بحال هكا غادي يمشيو للتشرب